لازلنا في شابيت نيميرو 1 لا طونسبيراسيون نتح. نحكيو دركا قبيل حكينا على سموهم عفوا حكينا على ديتيرميناسيون فيزيولوجي وفيزيولوجيك دي طونسبيراسيون. حكينا على حتمية الفيزيولوجي نتح، قلنا على لي ستوماك فدايرين، قلنا ثاني على الميكانيزم بي الميكانيزم دوفرتور تاع لي ستوماك فيه يتفتحو. حكينا على كيفاه نعرفو الخاصية الأسموزية تحكم الأسموز، وقلنا البوتاسيوم ولا بالنظرية عكس تبادل النشاء. هذه الأخرى دركا رانا رايحين نحكيو على الحالة الأخرى الأخرى وهي كونترول دو لوفرتور دي ستومات، بالعربية يسموها سيطرة فتح الثغور. واش راه يقول لك؟ لو موفمون ستوماتيك اي انفلونسي دي دون ان سونس او دون لوتر ديفير فاكتور اكسترن مي اوسي انترن. قالك حركة الثغور المعنية تقع في اتجاه واحد او اخر للعوامل الخارجية والداخلية المغلقة. صح، قالك لو كونترول هذا نتاع الفاكتور هي عنده عوامل وشنو هما؟ عوامل داخلية وخارجية. نحكيو على لي فاكتور اكسترن. لي فاكتور اكسترن نحكيو على اول حاجه من لي فاكتور اكسترن لونتريسيو مينيرال، التغذيه المعدنيه تاع الكالسيوم تاع تاع البوتاسيوم وتاع الكالسيوم تاع الازوت تاع الفوسفور. نحكيو على لونتريسيو مينيرال، حكينا هكذا. نحكيو على البوتاسيوم، قالك البوتاسيوم لو برينسيبال اوزموتيكوم ريسبونسابل دو لوفرتور دو ليستومات. قالك البوتاسيوم هو الاسموزي الرئيسي المسؤول عن فتح الثغور. قالك معناها كون يقل بسبب نقص في الكا انخفاض مستوى الكا من الاوراق وحتى يغلق الثغور، قد تسكر الثغور تاعو خاطرش عنده دور في فتح الثغور. الزوج الكالسيوم، الكالسيوم العكس. قالك في ال افورد دوز، ورا هنا افورد دوز ورا الكالسيوم، افورد دوز دو كالسيوم قالك بروفوك لو فيرميتور دي سوما دي ستومات. قالك كون يعود جرعات عاليه من البوتاسيوم ها الكالسيوم يتغلقوا الثغور، ها والعكس هذاك لازم بكثره وهذا لازم بقلة. ولذلك في التبادل يعني يرجع هذا التاثير الى التنافر التنافسي، معناها الكا ما يقبلش البوتاسيوم ما يقبلش الكالسيوم. صح. ثاني عندنا نتاع الازوت والفوسفات. قالك الازوت والفوسفات قالك ينتج نقص الان والا، ها هو راه فاش قالك، قالك ان ديفيسيان اون ان او اون بي اونترانت انفيرميتو دي ستومات. قالك يؤدي ثاني الى 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 غلق الثغور كان ينقص هذا ونقص الازوت ولا الفوسفات. صح. انا حكينا على الا لي فاكتور، رانا حكينا هنا على لي نيتريسيو في لي فاكتور اكسترن، حنا نيتريسيو مينيرال. دوكا نحكيو على لا لوميير، الضوء. لا لوميير قالك انه العامل الرئيسي، رانا لا لوميير سي لو فاكتور برينسيبال دو لوفرتور دي ستومات، العامل الرئيسي لفتح الثغور الذي يعمل به خاصة من خلال إشعاعاته الزرقاء. وهذا العامل الرئيسي عنده يجي بثلاث طرق. أولا هاي ورا ستيمولاسيو دو لا بومب اش زي اش بلس اتي باس اي لوي فورنيسو دو لا تي بي، تحفيز مضخة الاس زائد اتي باس من خلال توفير الاتي بي. ثاني زوجة سيميلاسيو دو لا ديغراداسيو دو لاميدو اون برودويزون دو ساكاروز، ينشط تحلل النشاء عن طريق انتاج السكروز. هاي مرة صح. تالية فافوريزي دو لا فورماسيو دو مالات اي با ابارتير دو لاسيد فوسفو نيو بيروفيك. قالك ينشط تحلل النشاء عن طريق انشاء السكروز، هذا الاول.
الزاوج قال لك هو يشجع تكوين المالت من حمض الفوسفو نول نول بيروفيك صح. دوك هنا حكينا على الخصائص الخارجيه او بيان لي فاكتور العوامل الخارجيه. نحكيو على لي فاكتور انترن. لي فاكتور انترن نحكيو على اول على ثاني اكسيد الكربون ديوكسيد الكربون. ديوكسيد الكربون واش قلنا؟ يقول لك يختلف معدل ثاني اكسيد الكربون بشكل كبير في غرفه تحت ثور وفقا لشده التنفس والبناء الضوئي ذات سلع ودرجه فتح ثور. درجة فتح الثغور تتناسب عكسيا مع تركيز ثاني أكسيد الكربون. تركيزات عالية من أكسيد الكربون يسبب إغلاق سريع من الثغور حتى في الضوء، حتى لو كان الضوء بصح يكون سي أو 2 هي كبير ياسر أو تسكر الثغور، يعني بالعكس صح. والحالة الزوجة الهرمونات هرمون هرمون فيجيتال الهرمونات النباتية وينهم؟ الاول الاسيد الابسيسيك. اسيد الابسيسيك هذا قال لك هو هرمون فعال بشكل خاص لنقص المياه، اشاره معناها فعال كون تنقص الماء اشاره الى هرمون من الغلاق الفقور صح. ثاني الهرمون الزوج هو الايثيلين. الإيثيلين هو أيضا هرمون الإجهاد المائي الذي يعمل بطريقة غير مباشرة بمعنى الإغلاق عن طريق تثبيط التمثيل الضوئي صح. نحكيو على إيكيليبر هيدريك ديفيجيتال التوازن المائي للنباتات عن طريق من؟ أولا عن طريق الجوتاسيو. الجوتاسيو وشنو هي؟ الجوتاسيو هو طرد الماء في شكل سائل عن طريق الغسق وفي الصباح الباكر بواسطة هياكل متخصصة تقع في النهاية وعلى حافة الأوراق. ثاني ثقوب معرضة للهواء هي فجوات تحت الجلد وتقع في إطار الوريد الرئيسي، هذه ثاني تعطينا الجوتاسيو. صح. في الليل قال لك في الليل يكون النتح صفر ورطوبة الهواء عالية. أمسية الصيف عندما تكون التربة لا تزال دافئة والهواء بارد بالفعل أيضا صح. قلنا على الجوتاسيو والزوجة على ادابتاسيو ايريجيلاسيو التكيفات التنظيم الداخلي. تكون قالت تعديلات وراثية وتسمح لبعض النباتات بتضخيم امتصاص الجذر وتقليل النتح. اولا مثال كما النباتات اللي اكزيرو فيت نباتات جافة قالك اباغاي راسينار سوفو تخي ديفلوبي بارابور لاباراي أريان كيليميتيسا ترانسبيراسيو بار ديفير بارتيكولي ريدكسيو دو لا سورفاس فلوريال لينيفيكاسيون إبيسيسمون دو لا سيتيكول ريفراكسيون دو سومات. قالك نظام الجذر غالبا ما يتم تطويره بدرجة عالية فيما يتعلق بالجهاز الهوائي الذي يحد من نتحها بخصائص مختلفة تقليل سطح الورقة. يعني قالك في النباتات الجافة انه النتح يكون قليل. كيفاه يقلل النتح؟ انه يقلل من سطح الورقة، ورقة النبات الفول صح، او السمكة او يكثر من السمكة اي بي سي ديال سمكة البشرة صح. حاجة اخرى ثانية التكيفات النظيم الداخلي، قد تتلامس بعض النباتات مع الماء بعد فترة طويلة من الجفاف، هذه هي فترة الانتعاش. يعني النباتات اللي تكون في الصحراء كون تعطيها في الماء تعاود ترجع لها الانتماس. قال سارتان دي بلانت بوفو بروند في ان كونتاكت دو لو ابخي اون لونج بيريود دو سيشرس سي لا فينومان دو ريفي ريفيفي سكونس. التنظيمات الفيزيولوجيه مؤقته عابره مثل انخفاض القدره المائيه عند تجويف التربه او زياده المروحه. يظل إغلاق الثغرة العامل الأساسي في التنظيم إذا كان امتصاص غير كافي ويزيد من احتمال الماء وقطرات النتح. هذا هما الكيليبر، كيف هي يحدث الكيليبر نتاع الفيجيتو، كيف هي يحدث التوازن. نحكيو آخر حاجة هو لانتيريدي دولا ترانسبيراسي وفائدة النتح. قالك أولا هو موتور برانسيبال دولا مونتي دو سيف دو لا سيف بروت، كلك المحرك الرئيسي لصعود نص النقص. ميكانيزم اسونسيال كي بيرمي لا مانتيا دو ليكليبر هيدريك دي فيجيتو، آلية أساسية للحفاظ على التوازن المائي للنباتات.
السوري دي شانج انتر لو سول لا بلانيت لاتموسفير يضمن تبادل بين التربه والنبات والجو. واخر شيء وهي ريفريشيسون دو لا بلانيت مرطبات من النبات. هذا الفوائد تاعو. نتمنى ان شاء الله نكون اننا وفينا وعطينا لكم شغل يعني تقريبا بما نقول رؤوس اقلام او فوائد. ان شاء الله تكونوا تفادوا من هذا المحور الثاني لا ترانسبيراسيون. لا تنسوا الاشتراك في القناه، انشروها لاصحابكم، لازم تعرفوا بها الناس كامل بيعود عارفينها. اللي حاب يستفيد راه هذا علم، وان شاء الله نستفيدوا كامل من هذا الفيلم. المحور الجاي ان شاء الله اللي كنحكوا عليه هو لا نوتريسيون مينيرال، التغذيه المائيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.